بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنشكروا جريده السفير على الاستقبال ديالهم في هذا اللقاء الصحفي اللي غنهضروا عليه على المشروع ديال مدينه زنات الجديده. هذا المشروع هو مشروع ملكي حكومي افريقي اوروبي بالدرجه الاولى، واليوم حنا ترفعوا النداء ديالنا لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله انه هو اللي خاصو يتدخل بهذا المشروع، بان هذا المشروع حتى شي مسؤول ما شاف فينا. حنا ساكنه ديال دوار حربيلي وعشنا ضغوطات وعشنا رعب ودرنا مسيرات ودرنا وقفات احتجاجيه، وحتى شي مسؤول في العماله او في الجماعه ما شاف فينا. اذا واحد النقطه غادي نطرح هي نقطه ديال اللي تمثلنا في اللجنه التقنيه، هو رئيس جماعه عين حروده. اذا رئيس جماعه عين حروده شنو هي الخطوات اللي دارينا في هاد في هاد في هاد 3 سنين اللي حنا عشنا معاه في المسيرات وفي النضال وفي الوقفات؟ تنتمناو من صاحب الجلاله حتى مسؤول ما شافنا في عين حروده ولا عماله المحمديه، ولا وقف معانا ولا تحاور معانا، لا من قايد لا من باشا لا من والي لا من حتى شي واحد. حنا دائما ترفعوا النداء ديالنا اعلى سلطه في البلاد هو اللي خاصو يتدخل. هذا المشروع راه 2272 هكتار، 1400 هكتار اللي غتمشي كلها حزام اخضر، عطاونا 142 هكتار اللي فيها 9000 عائله، فيها 9000 عائله وواحد 4000 ولا 5000 ديال الضواوير اللي غتمشي تهجر، وواحد البلاصه اللي هي بلاصه ارض ديال بني خلف. حنا ما باغيينش نمشيو تما، ديك الارض هذيك فلاحيه، ارض خصبه، لا مرافق لا بنيه تحتيه، وهادشي راه حشومه وعار وظلم. وحنا دائما تنعدليو ونناديو بحقوق الانسان الدوليه اللي خاصها تدخل في هذا المشروع، بان حنا عينا ما نطلبوا في السيد العامل والسيد القائد والسيد الباشا والسيد الوالي وجميع المسؤولين في عين حروده تنطلبوا، والاحزاب كلهم سادين علينا. ما كاينش شي حزب جا وقف معانا ولا وقف معانا ولا تيجيو غير من انتخابات انتخابات، ولكن حنا دائما عندنا واحد اللي تنتعناو به هو الله سبحانه وتعالى وصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله، هو اللي غيتدخل. خاصو يتدخل في هذا المشروع لان هذا المشروع فيه لوبيات. واحد النقطه غنهضر عليها، ان شركه لاصاص دايره ادعاء مع مسكره او انت تمشي تقول المستفيد غير ريح، انا تمشي تجيب شوكيه، ملي تجيب لي بقعه شوكيه تبقى تجيبها تما جاي بحال فرعون، تقول لي انا غندير لك السفنيه، غندير ماكس، غندير سطوحه، غندير اش خلى لهذا المستفيد؟ ما خلى لي حتى حاجه. ونقطه اخرى عاوتاني ديال هي ديال الشركه ديال ليديك، الشركه ديال ليديك اودي ملي تيريب واحد الدوار اللي عاش فيه عشوائي، عاش فيه عشوائي وفي الدوار، ملي تيتحول تيخلص 10000 درهم 8000 درهم 9000 درهم، وهادشي راه حشومه وعار. علاش؟ بان مع الاقل البلديه تاعنا فيها 21 مليار، علاش نخلصوا حنا 10000 درهم النهار غنتحولوا؟ بان حنا من تخلصوا لا ما لا ضو، ملي غتحول غتخلص 10000 درهم، والمرشحين فينا هما؟ فينا هو رئيس الجماعه؟ هادشي حشومه عار، بان البلديه فيها 21 مليار ومني تتحول تصير تخلص الكره. فين هي الكره؟ وزير الداخليه ديك النهار في قبه البرلمان امام الساده النواب، وسولاته من واحد الساده ديال النواب وقالت ليه او دير الناس مضروره وهادي وكذا، وقال لها حتى شي واحد ما تيتسال حتى شي حاجه. علاش؟ بان قال لها وزاره الماليه دير وزاره والسلطات دايره مجهود صبار، ولكن وزير الداخليه راه في عين حروده، راه ما كايناش فلوس لكرا، راه ما كاين حتى حاجه، راه كاين العذاب وكاين القهر وكاين التكرفيس، وانت مسؤول ما شاف فينا وكلشي مخبي، وكاع اللي تتضري على السكان بحال ما عرفت شنو درتي لي. وحنا بغينا سيدنا الله ينصرو يدير زياره ملكيه ميمونه شريفه عظيمه في عين حروده، باش يشوف هاد المفسدين وهاد لوبيات العقار اللي كلاو الارض، الارض ارض كلاوها سما سما. هاد الناس هادو داو زناته كامله، داو من البحر حتى للسكه، 2272 هكتار حشومه. الناس انا اعلى سلطه في البلاد اللي خاصو يتدخل في عين حروده، جميع المسؤولين واحزاب سياسيه، ما كاين حتى شي مسؤول اللي يتدخل في عين حروده. عام ولا اشهر وحنا تناضلو وتندو وتنغوتو، اين من غوتو؟ اين من ندو؟ درنا مسيرات، درنا اعتصامات، درنا لوائح لوحات تعبيريه. علاش؟ بغينا بقعه داخل وعاء مدينه زنات الجديده، بان هذا المشروع راه ما يقدرش واحد يحط في ايده. علاش؟ بان تقول لك في لوبيات صحاح، اين هم البرلمانيين؟ عندنا ثلاثه البرلمانيين في المنطقه، حتى واحد ما طرح لينا حتى نقطه في قبه البرلمان ولا تحور وهضر على زناته. علاش؟ بان كاين المفسدين، ان كاين اللوبيات ما يقدروش يواجههم.
هادشي حشومة وعار. وانا دائما حنا كساكنة ديال حربيلي والعين تناسلو صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، حنا مستمرين في النضال. وانا ابلغ لك تحياتي النضالية الى بقعة داخل ولا عزناتا. علاش اما كيش اللي غيشوف فينا من غير الله سبحانه وتعالى وسيدنا، ولا غيشوف فينا والله ينصرك سيدنا. وعيش الملك.